طيب نبتدي بترند الاهلي ونشوف ايه اهم الاخبار اللي كتبت على الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بحساب مبتدا على تويتر واللي بيقول ان الاهلي يعلن جاهزيه الحاوي لمباراه طلاع الجيش. خلاص زي ما اطمنا من شويه من محمد توفيق كده في التتش، قال لنا ان خلاص وليد سليمان بيشارك والراجل يعني خلاص يعتبر جاهز للمشاركه في المباراه على حسب الرؤيه الفنيه طبعا للمدير الفني موسيماني. نروح كمان لحساب مبتدا هو نفس الحساب لكن المره دي بيتكلموا على محمد الشناوي واللي بيقول للاهلي ان هو بيرفض عروض الاحتراف. الكلام كتير قوي على الشناوي بصوره مبالغ فيها رغم ان مفيش اي حاجه رسمي، خلي بالك من الكلمه، مفيش اي حاجه رسمي وصلت للنادي الاهلي بخصوص عرض لمحمد الشناوي، كلها كلام واي حاجات بتتقال لكن مفيش حاجه رسميه. طبعا لازم هيبقى فيه اهتمام بالشناوي بالنسبه لانديه كبيره وكتيره لانه حارس كبير، لكن لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه ومش ده توقيته خالص يا جماعه خالص يعني الحديث عن اي عروض. يعني خلينا كمان نروح سريعا لخبر اخر وبيتعلق باجاييه، ان هو بيقول للاهلي انا مش عايز اروح الترجي، ده من اليوم السابع حسابه على فيسبوك. اصلا مفيش برضو اي حاجه في هذا الاتجاه حتى الان لان اجاييه موجود في قائمه الاهلي الافريقيه، اجاييه مكمل مع النادي الاهلي لاخر الموسم على اقل تقدير علشان طبعا لسه عندنا بطوله الدوري، فالكلام في مثل هذه الامور مش وقته خالص.